أعلن وزارة العدل بالصحف المحلية أنهم بتم طابعات في كل أنحاء المملكة بدون استثناء كل المحافظات، فإن كان مطلوب أقل من دبلوم شامل ومعهم دورات استطباعة، فإجوا البنات اللي في كل أنحاء المملكة وحددوا مكان تقديم الطلبات، بيجي بتقدم بطلب توظيف وبيستدعوه بيعملوا له امتحان طباعة، يعني هذول هم مطلوبين كطابعات فقط. وكان إذا الأخت وأهلها أقل من دبلوم فأقل، كان بإمكانه وعنده دورة طباعة، يعني المجال كان متاح للجميع ممن تنطبق عليه شروط أمامه الامتحان اللي هو الكمبيوتر الطباعة. فالآن يعني أختنا هذه يعني تعترض على قضية هي متاحة إلها ولغيرها، يعني الجوال ما إجا قال بدي أخذ نايف أو خالد أو فلان، الوظائف الفئة الثالثة يعلن عن شروطها يعني بالصحف المحلية واضحة بقراءها الأستاذ نايف وخالد، وكل مواطن بإمكانه يقرأ هذا الإعلان. وإحنا بنعلن عن طابعات، عن سواقين، عن حراس، مراسلين، مأمور استعلام، مأمور يعني مسميات كثيرة. الآن يحدد المنطقة الجغرافية اللي بتم التعيين عليها، يعني الموضوع باختصار ليس سرا ولا يعني في تحيز لفلان او لفلان، يعني ممكن دبلوم فاقل يتقدم على وظائف الفئه الثالثه، لكن امامه امتحان طباعه، يعني لو معه دبلوم او توجيهي وما بيطبع راح يطلع خارج الموضوعيه. الاعلان يحدد فيه التقديم من تاريخ كذا الى تاريخ كذا، يعني الاعلان بيكون واضح جدا بالشروط، بالمواصفات، بتاريخ التقديم، مكان التقديم، يعني الإعلان لا بيكون في أي نقص نهائيا بحيث المواطن يمشي خطوة خطوة وفق هذا الإعلان.